احنا ذكرنا في الارقام كليات الطب في مصر لدينا يعني 30 كلية طب، وشرى منها فقط 3 خاصة والباقي حكومي او تابع للقوات المسلحة او الازهر الشريف. باقي الكليات الاسنان عدد موجود في الجامعات الخاصة لكن العدد الاكبر في الجامعات الحكومية، وكذلك الصيدلة. الا يقول البعض الطبيب او يقول لنفسه انه قد درس الطب 6 سنوات وهذه 6 سنوات بمعايير يعني السوق هي لم تكن مدفوعة بتكلفة التعليم، سواء بتكلفة الأساتذة أو المنشآت أو المستشفيات أو المشارع أيا كان، وبعد أن تعلم بيشبه ليس مجانا تماما طبعا لكن يعني بهذه التكلفة الزهيدة يترك البلاد لأنه لا يجد دخلا مناسبا. هل هذه معادلة صحيحة؟ لا أعتقد أن الأمور بالضبط كما يراها من هو خارج القطاع الطبي. الطب في مصر مكلف، معظم الطلبة يعني لابد من حصولهم على دروس خصوصية باهظة الثمن، الكتب المراجع التكلفة عالية، هي لا تدفع للكلية، نعم مصاريف الكلية بسيطة لكن كما حضرتك تعلم كما هو في التعليم العادي الاسم انه مجاني، لكن الفعل ان كل الناس بتاخد دروس خصوصيه، وان الدروس الخصوصيه بتكلف الاسر تقريبا ثلث دخل الاسر في مصر. فلا نستطيع ان نقول ان الدراسه مجانيه في مصر، الدراسه مكلفه لكن بالقطع لا تقارب مثلا الطب في لندن او في امريكا او في فرنسا. متوسط تكلفه طالب الطب في الخارج 10,000 دولار في السنه. هناك بحث غير رسمي عملناه في كليه الطب المصريه، لقينا ان التكلفه حوالي 7,000 جنيه. شوف حضرتك الفرق قد ايه، من 10,000 يعني حوالي 170,000 جنيه ل 7,000 جنيه. المشكلة الثانية هي كثرة الأعداد، يعني تونس أنا لي علاقة وطيدة بالزملاء في تونس كوني أنا فرانكفون ودرست في فرنسا وكان زملائي، فأعرف أن كلية الطب التونسية عدد الطلبة فيها حوالي 250 طالب. إحنا عندنا في مصر بعض الكليات أكثر من 1500 طالب، فده بيؤثر ايضا على الضغط والقدره على تعليم المهارات وجوده الخريج وكل ما نستطيع ان نقوله. رغم طبعا فوق وفره المرضى والمستشفيات الجامعيه وغيره، لكن النقطه الاساسيه حضرتك ذكرتها وهي مشكله التعليم في مصر كافه، وهي تغطيه التكلفه، لان التكلفه ليست فقط المباني، اهم شيء التكلفه هو العامل البشري، الاستاذ الجامعي. هل الاستاذ الجامعي في مصر متفرغ للعمل في كليه الطب؟ لا، ولا يستطيع، لان ترتب الاستاذ الجامعي حوالي 500 دولار في الشهر. ما فيش استاذ جامعي في العالم بياخد 5,000 حتى. يعني لو قارنا الوضع بين مصر وتونس، وضع تونس يعتبر افضل، لان راتب الطبيب في المستشفى العام في تونس حوالي 500 يورو ما يعادل، في مصر احنا 150 دولار او حوالي 120 يورو. فطبعا وساعات العمل اكثر بكثير، يعني متوسط الطبيب المصري الشاب بيعمل في الشهر حوالي 340 ساعة مقارنة بأي موظف عادي بيشتغل حوالي 160 ساعة. ورغم ذلك القوانين الجديدة أهملت القانون المسؤول عن رواتب الأطباء وقالت أنه كادر خاص، وتعاملت مع الناس المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اللي هو زيادة الحد الأدنى للأجور، فحتى لم يستفيد الأطباء فأصبح. بس البعض بيحسدكم على الكادر الخاص. ما أنا بقول حضرتك في الكادر الخاص زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، الطبيب يحصل على في النبتجية المسائية على 20 جنيه، ويسمى ذلك لا يعني الحكومة تتهرب من إعطاء الطبيب أجره اللي هو موجود في قانون العمل، المفروض يكون أجر الساعة النهارية أو المسائية مرة ونص أجر الساعة العادية ومرتين إذا كانت ليلية. هم بيتحايلوا على ذلك ويقول لا، ده مش ساعات عمل إضافية، ده جهد غير عادي، وبيدوله زي مكافأة أو بدل 20 جنيه للثمان ساعات و40 جنيه لل 12 ساعة، يعني ساعة الطبيب في مصر ب3 جنيهات و80 قرشا. تخيل حضرتك.